بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد عادل البطل. ان شاء الله اكون ماده الهاي واي اند ايربورت انجينيرنج. مبدئيا خلينا نتكلم عن اول حاجه الكورس ورك. ايه الاوبجكتيف بتاع الكورس ده؟ اول حاجه ديسكرايب الهاي واي فانكشن. ببساطه احنا هنتكلم في النقطه دي عن ان انا لو عندي طريق، ايه وظيفه اصلا الطريق وليه بنعمل طرق؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ايدنتيفاي اند بيرفورم principles of highway geometric and structural design. ببساطة احنا عندنا في اي طريق عندنا حاجتين، عندنا حاجة اسمها geometric design وعندنا حاجة اسمها structural design. geometric design ده ببساطة ان انا ازاي بصمم الجيومتري بتاع الطريق، بمعنى ان مثلا ادي طريق ماشي، الطريق ده بيكون مثلا ايه، في كيرفات سواء horizontal curve حاجة زي كده، او ان انا طريق طالع ونازل vertical curve. ده اللي هو جيومتريك ديزاين، او وازاي اصلا ان انا لو عندي ادي الطريق ماشي وفي طريق تاني، نقطة التقاء الطريقين دول هتبقى ازاي، يعني ازاي الطريقين دول اللي جاي من هنا هيميرج مع العربيات اللي جاية من هنا. ده جيومتريك ديزاين. بالنسبة للستراكشرال ديزاين ده ببساطة ان انا بصمم حاجة كستراكشر، ان انا الطريق ده الطريق عليه عربيات، العربيات دي المفروض ان هي ليها احمال، الحمل بتاع العربية ده بينزل، بصمم البيفمنت بتاع الايه، الطريق اللي هو الرصيف بتاع الطريق، بصممه بناء عليه، بناء على الحمل بتاع العربيات اللي موجود. وهنتكلم عن الكلام ده ايه in details later on. تمام، دي أول حاجة. بعد كده بنتكلم عن إن أنا ال best location of new highways. إن أنا الكلام ده أكتر هنتكلم عنه في البروجكت، في الكيس ستادي. إن أنا هديك في الكيس ستادي هديك أرض وديك توبوجرافي بتاعتها مختلفة، توبوجرافي غريبة شوية، الأرض طالعة ونازلة ومش مستوية، وهقول لك اختار لي البيست لوكيشن اوف ا نيو هاي واي، وهنتكلم عن الكلام ده ان ديتيلز ليتر اون. بعد كده الهاي واي ماتيريالز اند تيستنج. ده ببساطة ان انا الماتيريالز، الطريق ده ايه الماتيريالز، انا مش كده كده بصمم البيفمنت بتاع الطريق، ايه الماتيريالز اللي انا هصمم بيها البيفمنت ده، كروس سكشن بتاع البيفمنت، والتست اللي انا هعملها للبيفمنت ده. بعد كده اخر حاجه الايربورت انجينيرنج، ودي ببساطه ان انا ازاي بصمم الران واي اللي بتمشي عليه الطيارات. نتكلم عن اول حاجه الروت كلاسيفيكيشن. مبدئيا انا ليه بعمل الروت كلاسيفيكيشن اصلا؟ ايه الروت كلاسيفيكيشن؟ ان انا بصمم بعمل زي بعمل تصنيف للطرق. طب انا ليه بعمل تصنيف للطرق؟ خلينا نتخيل الطرق دي اصلا، انا ليه بعمل طرق؟ بعمل طرق عشان ان هي بتخدم على المناطق. طبيعتي ان انا عندي اي سيتي المناطق اللي فيها مختلفة، عندي مناطق تجارية، مناطق ادارية، مناطق، في مناطق حيوية جدا، في مناطق لا دي بتكون ريزيدنشال اكتر فما بتكونش حيوية. فبناء على الكلام ده بقى عندي different categories للطرق. فمن هنا جه فكرة الروت كلاسيفيكيشن، ان انا طالما بخدم مناطق مختلفة يبقى لازم ان الطرق اللي هتخدم المناطق دي تكون مختلفة. فلك اول حاجه ايه، اول حاجه عندنا في الروت كلاسيفيكيشن ديو تو لوكيشن، نتيجه اللوكيشن بتاع الطريق. عندنا ده حاجتين، يا اما اربن يا اما رولر. الاربن ده اللي هو الطريق اللي جوه المدينه، طريق مثلا في التجمع، طريق في القاهره، اي طريق مرصوف ده اسمه ايه، ده يعتبر ايه، اربن. اربن بالعربي اللي هو طريق حضاري. بعد كده تاني حاجه ديو تو لوكيشن رولر. ايه الرولر ده؟ البساطه اللي هو ايه، ده الطريق اللي هو بيكون في قريه او حاجه، رولر اللي هو معنى طريق غير حضاري او ريفي، ده بيكون طريق ما فيهوش بيفمنت، ان هو مش ايه، مش مرصوف اصلا، فلذلك بنسميه رولر. ده غالبا بيسموه في الكرة، يعني في الكرة بيكون مثلا ممكن ايه، بيكون طريق مش مرصوف وبيكون غالبا اسمه مدق. بعد كده تاني حاجة عندنا كلاسيفيكيشن ديو تو كلاس. ديو تو كلاس عندنا حاجة اسمها لوكال وكوليكتور وارتيريال وفري واي. نتكلم عن كل واحدة فيهم. أول حاجة اللوكال. اللوكال ده اللي هو الطريق اللي تحت بيتك، اللي هو العادي جدا، اللي هو أنت راكن فيه عربيتك أو كده، بتنزل تاخد عربيتك، ده الطريق اللي هو تحت البيت. الكوليكتور ده، خلينا يعني ايه كوليكتور؟ ده الطريق اللي ايه، بياخد العربيات من الطرق اللوكال. زي ايه مثلا؟ زي مثلا عباس العقاد. عباس العقاد ده في كذا تقاطع معاه، فده بيسحب الفلو بتاع العربيات، الفلو بتاع العربيات بتسحب لعباس عقاد، فعباس عقاد ده هنسميه كولكتور. طب ايه الارتيريال؟ الارتيريال ده ارتيريال بالعربي اللي هو طريق شورياني. شوريان ده ان هو طريق رئيسي قوي، يعني مثلا عباس العقاد ده بيصب الفلو بتاعه في طريق النصر. طريق النصر ده بنسميه ارتيريال. ايه الفري واي؟
ببساطة كده أي طريق عشان نسميه فري واي لازم إن هو ما يكونش عليه تقاطعات at grade. يعني ايه at grade؟ ما يكونش عليه أي at grade intersection، بمعنى إن أنا مثلا طريق السويس، طريق السويس ده زمان عشان كنت توصل للجامعة كنت بتمشي على طريق السويس وتمشي من قدام وتروح لافف وداخل إيه، داخل يميني على عشان توصل للجامعة. طب اللفة دي كانت بتبقى إيه، موجودة على الليفل بتاع الطريق نفسه، فمعنى إن هي كانت موجودة على الليفل بتاع الطريق ده، ده ما كانش اسمه إيه فري واي. طب هل حاليا طريق السويس بيطوروه إن هما عايزين يخلوه فري واي؟ طب هما بيطوروه إزاي إن هما عايزين يخلوه فري واي؟ بنخلي الطريق فري واي عن طريق إن أنا وأنت ماشي أهو عايز مثلا تلف وتيجي الناحية التانية، مينفعش تلف أد جريد، لأ بنسميها حاجة اسمها جريد سيبريتد، إن أنا إيه بخلي اللفة على الجنب كده، ومثلا هنطلع كوبري ونلف إيه، ونلف عن طريقه. طالما الطريق معلوش أي تقاطعات على الليفل بتاع الطريق نفسه ده ميبقاش اسمه فري واي. لو كل التقاطعات جريد سيبريتد، وإن هي تمشي تدخل على اليمين وتطلع وتلف عشان تيجي على الطريق التاني، ده إيه بنسميه فري واي. بعد كده عندنا ديو تو تايب. ديو تو تايب ده ان انا عندي طريق ديفايدد او انديفايدد، ده بيعتمد ديفايدد ده معناه ان في جزيرة في النص، يعني في جزيرة في نص الطريق. انديفايدد ده ما فيهوش جزيرة في النص. اخر حاجة ديو تو كواليتي. مبدئيا ان احنا بنقيس الكواليتي بتاع اي طريق بنقيسها عن طريق، يعني اي طريق الانديكيشن بتاع الكواليتي بتاعته هو ديزاين سبيد. كل ما الطريق الديزاين سبيد بتاعته بتبقى برقم اعلى، كل ده ما معناه ان الطريق ده الكواليتي بتاعته احسن. خلينا نتكلم. بيقول لك write down the route classification meant by the following codes. مبدئيا ان احنا عرفنا ان اول letter ده بيبقى due to location، و due to location عندنا حاجتين يا اما r يا اما u. r اختصار ruler و u urban. بعد كده الطريق بنعمله second category ان هو due to class، هل هو freeway، هل هو collector، هل هو local، هل هو arterial. اخر حاجه هل هو ديفايدد او انديفايدد، فدي اور يو. الرقم الاخير ده السبيد، الديزاين سبيد بتاعه الطريق نفسه. يعني اول حاجه ار اف دي 120 ده اختصار رولر، فري واي ديفايدد السرعه اللي عليه، الديزاين سبيد بتاعته 120، ونفس الكلام في الباقي ما فيهاش مشكله. بعد كده نتكلم على اول حاجه، حاجه اسمها السايد ديستنس. ايه السايد ديستنس؟ وانت ماشي على اي طريق دي المسافة اللي انت بتقدر تشوفها وانت ماشي على الطريق، اقصى مسافة بتقدر تشوفها بنظرك. السايد ديستانس دي قسمناها لثلاث حاجات، عندنا حاجة اسمها ستوبينج سايد ديستانس، وحاجة اسمها باسنج سايد ديستانس، وحاجة اسمها ديسيشن سايد ديستانس. خلينا اول حاجة ستوبينج سايد ديستانس، دي المسافة اللي انا ماشي مثلا على الطريق ولقيت في حادثة قدام، دي المسافة اللي انا محتاجها من اول ما انا لمحت ان في حادثة قدام لحد مثلا ايه ما ان انا لحد ما انا هقف بالعربيه بتاعتي، تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها باسنج سايد ديستانس، ودي الباسنج سايد ديستانس دي لو انا ماشي على طريق وانا ماشي بعربيتي اهو في عربيه تانية قدامي، دي المسافه اللي انا محتاجها عشان الطريق ده لو افترضنا ان ده اتجاه اللي جاي وده اتجاه اللي رايح، دي المسافه اللي انا محتاجها من اول ما انا من الحته دي عشان ابتدي اروح على الطريق التاني واعمل باسنج للعربيه اللي ماشيه قدامي. يعني دي المسافه اللي انا محتاجها عشان اعمل باسنج لاي عربيه ماشيه قدامي، فان انا ايه هنقل على لين التانيه وبعد كده ايه هرجع تاني لنفس اللين. هي دي ايه الباسنج سايد ديستنس. اخر حاجه ديسيشن سايد ديستنس. يمكن ما تطرقناش قوي لديسيشن سايد ديستنس، لكن هي دي باختصار كده لو دخلت نفسي في اخر طريق السويس، اخر طريق السويس وعلى يميني ايه الدائري، دي المسافة اللي أنا محتاجها لو أنا ماشي على آخر لين على الشمال، دي المسافة اللي أنا محتاجها عشان أجي من أقصى الشمال لأقصى اليمين عشان إيه أقدر أطلع الدائري. طب دي أنا بوفرها إزاي؟ إزاي في الواقع؟ يعني إزاي بوفرها للسواق في الواقع؟ عن طريق إن أنا بعد ما حسبت الـ Decision Side Distance عرفت إن هو محتاج عشان ينقل من أقصى الشمال لأقصى اليمين محتاج مثلا مسافة طولية مثلا ولو افترضنا إن هي 500 متر. فاجي قبل 500 متر من طلعت الدائري بعمل له ساين واقول له ايه، واقول له ان انت اعمل له ساين واقول له ان طلعت الطريق الدائري بعد 500 متر. فكده هو المسافة دي بالنسبة له كافية لو هو على اقصى الشمال عشان يجي اقصى اليمين.
لو هو على اي لين تاني هيقدر ايه، اكيد وش المسافة دي هتبقى sufficient بالنسبة له ان هو يقدر يطلع الدائري ما فيهاش مشكلة. بعد كده نتكلم على اول حاجة. احنا هنا اتكلمنا عن، قلنا عندنا حاجة اسمها stopping side distance، وقلنا ان دي المسافة اللي انا محتاجها من اول ما ان انا لمحت حاجة على الطريق، ان انا شفت حاجة في مشكلة عائق او حاجة على الطريق لحد ما دوست فرامل. المسافة دي منقسمة لحاجتين، حاجة اسمها بيف distance زائد بريكنج ديستانس. ايه البيف ديستانس دي؟ دي المسافة من اول ما انا لمحت ان في حاجة او مشكلة على الطريق لحد ما قررت ان انا هدوس فرامل، لكن انا لسه ما دوستش فرامل. طب البريكنج ديستانس دي المسافة اللي انا خلاص قررت ان انا هدوس فرامل وانا ماشي على سرعة 60. دي المسافة اللي انا هاخدها من سرعة 60 عشان احاول سرعة 60 دي توصل لحد ايه، صفر. قلنا ان البيف ديس، تعال نتكلم عن كل، انا كده اتكلمنا ايه الستوبنج سايد ديستنس، تعال نعرف كل حاجه من دول، البيف ديستنس والبريكنج ديستنس. اول حاجه البيف ديستنس هي البرسبشن. برسبشن ده ببساطه ان انت وانت ماشي على الطريق، ان انا جات لي معلومه، انا شايف تقريبا ان في حاجه موقفه الطريق، بس انا ايه بعمل برسبشن، انا مش عارف هي ايه الحاجه دي بالظبط. هل مثلا في جمال معديه في الطريق؟ هل ده في عربيه بعرض الطريق واقفه؟ لسه انا مش عارف هي ايه. تاني خطوة الايدنتيفيكيشن. الايدنتيفيكيشن ده ان انا خلاص انا عرفت إيه، لا ده انا شكلي في عربية واقفة، وعرفت خلاص عرفت ايه اللي موقف الطريق، عرفت مثلا ايه، عرفت ان في عربية مقلوبة على الطريق. الايموشن ده ان انا هبتدي اقرر، لو انا مثلا ماشي على طريق عربية واقفة على الحارة اليمين، الايموشن ان انا هقرر هل ان انا ادخل اجي على الحارة الشمال واكمل، ولا وانا ماشي على الحارة اليمين افضل ماشي وهدوس فرامل ايه قبل ايه، قبل الحادثة. اخر حاجة الرياكشن. الرياكشن ده ببساطة ان انا خلاص قررت ان انا هاجي على الشمال او ان انا هدوس فرامل. ببساطة الكلام ده عبارة عن الكلام ده اللي هو قلناه ده البيف ديستنس. البيف ديستنس دي بتساوي بيف تايم تايمز ايه، مضروبة في سبيد. البيف تايم ده الوقت اللي انا من اول ما ان انا عملت بيرسبشن ان انا عارف ان في مشكلة قدامي على الطريق، لحد ما انا هاخد القرار ان انا ادوس ايه، لحد ما خدت القرار ان انا هدوس فرامل، ده اللي هو الايه الرياكشن تايمز السبيد. اول حاجه البيف ديستنس دي احنا قلنا ان دي بيف تايم تايمز السبيد. عندنا ليها كذا حاجه، مبدئيا انت السبيد اللي عندك هنا الديستنس، هنا التايم بالسكند، وهنا السبيد بالايه بالمتر بير سكند. عندنا اول حاجه دي ايكويشن. الايكويشن دي بتقول ان بيف ديستنس بتساوي 1.47 بيف تايم في السبيد. ايه ال 1.47 دي؟ ده كونفرجن فاكتور، ان انا بحول من السبيد بدل ما هي بالمتر بير سكند، خليتها ان السبيد اللي هتدخل عندي هتبقى مايل بير اور. تمام، يعني السبيد اللي هنا دي بايه، بمايل بير اور. طب والتايم اللي معايا ده بالسكند عادي، ده كونفرجن فاكتور بس بيحول لي من السبيد من متر بير سكند لمايل ايه بير اور. طب البيف ديستنس اللي هتطلع بالفيت، الرقم اللي هيطلع لي من بيف ديستنس ده هيكون ايه، بالفيت. طب ولو افترضنا ان انا اليونت اللي هو مديها لي ما كانتش بالمايل بير اور، هيدالك مثلا، خلي دي كوشن تانية، لو ان انا اداني السبيد بالكيلومتر بير اور، تمام، اقدر اعوض في الايكويشن دي ان انا اضربها في 0.278 في البيف تايم في السبيد اللي هي بكيلومتر بير اور، ده يديني بيف ديستنس بالمتر. دول ايه التو كونفرجنز بتوعي. عايز ان انت تعوض في الايكويشن العاديه مفيش مشكله، عايز ان انت تحول انت بنفسك السبيد اللي هو من متر بير سكند تحولها لكيلومتر بير اور مفيش مشكله. اللي انت شايفه يعني مثلا لو اديت لك في السؤال بكيلومتر بير اور، ممكن تحولها لمتر بير سكند وتعوض في الايه الايكويشن العاديه دي خالص اللي هي بيف تايم تايمز سبيد، وتاخد بالك ان في الايكويشن دي الديستنس اللي هتطلع معاك هتطلع بالمتر عادي. كده اتكلمت باختصار كده عن الايه اللي هو البيف تايم او البيف ديستنس، اللي هي ايه البرسبشن رياكشن بروسيس اللي هي بتحصل. بعد كده ايه قلنا، احنا قلنا في الاول ان ستوبنج سايد ديستنس منقسمه لحاجتين، قلنا ان ستوبنج سايد ديستنس بتساوي البيف ديستنس زائد ايه البريكنج زائد البريكنج ديستنس.
تمام. هنا بعرف لك ايه الستوبنج سيت ديستنس، ودي اتكلمت عنها من شويه، وهنا قلنا ان دي بتساوي البي سلاش ار، ده ايه اللي هو ايه بيرسبشن رياكشن ديستنس زائد البريكنج ديستنس. تمام. بعد كده بعد كده نتكلم عن اول حاجه البي ار دي، البيرسبشن رياكشن ديستنس دي هنعرفها منين؟ لو تلاحظ ان انا وانا بشرح اصلا في الاول انا قلت لك ان دي مسافه، من اول ما ان انا لمحت ان في مشكله على الطريق لحد ما خدت القرار ان انا ادوس فرامل. طب دي في الحقيقه هعرفها ازاي؟ لا، دي جت بناء على statistics. الناس اللي هم بتوع الاحصاء عملوا ايه statistics، قالوا ايه، قالوا هل الشخص الطبيعي ياخد قد ايه كام ثانيه عشان عقبال ما ان هو هيلمح الحاجه لحد ما يبتدي ياخد القرار انه مثلا هيدوس فرامل او هيغير اللين او كده. وبناء على القرار ده جات لنا الاشتو ريكومنديشن. الاشتو ده الكود اللي احنا بنعمل ديزاين عليه. الاشتو ريكومندد ان انت البريكنج البي سلاش ار اللي هو البيف ديستنس. البيف ديستنس دي احنا قلنا عباره عن ايه، بيف تايم تايمز سبيد. فقال لك خد البيف تايم ده ب2.5 سكند. تمام كده انا عرفت ان البريسبشن رياكشن تايم ده باتنين ايه ونص سكند. طب ده في حالة ان انا بصمم اي هاي واي. قال لك برضو ايه، قال لك لو انت بتصمم انترسكشن، يعني انا عندي مثلا تقاطع في شارع، ادي مثلا صينية وادي ده انترسكشن بتاع شارع مثلا بيتقاطع مع شارع تاني. قال لك عشان تصمم اي انترسكشن البرسبشن رياكشن تايم ده هتاخده ب1 سكند. البرسبشن رياكشن تايم ده بيعبر عن ايه لو انا في تقاطع، يعني لو انا في تقاطع ايه هو البرسبشن رياكشن تايم ده؟ ده باختصار ان انت وانت ماشي بالعربيه ده التايم اللي انت هتحتاجه بدايه ما ان انت شفت ان الساين اللي موجوده، الاشاره اللي موجوده دي اتحولت من لون الاخضر للون الاحمر. بمجرد ما ان انت لمحتها دي ده التايم اللي انت عايزه عشان تبتدي من اول ما انت لمحت ان الاشاره قلبت حمراء لحد ما دوست فرامل. دوت ايه التايم اللي هو بواحد سكند. بعد كده بنتكلم ان هو ايه ممكن يبقى في سبيسيفيك سيتويشن. يعني ايه سبيسيفيك سيتويشن؟ ان مثلا في واحد كبير في السن فهياخد وقت اكبر للايه للبرسبشن اكشن تايم. فبيقول لك ان ممكن a longer time may be recommended. خلينا ايه نتكلم على الجنرال كيس. لو ان انا اديتك اي مساله بقول لك ان انت بتصمم هاي واي فانت عارف ان هي ب2.5 سكند برسبشن رياكشن تايم. لو ان انا بقول لك ان انت بتصمم انترسكشن فانت عارف ان هو ب1 ايه سكند. غير كده ان انا هديهولك في السؤال اقول لك ده بكذا سكند. كده انا اتكلمت عن اول ترم في الايه ستوبنج سايد ديستنس اللي هو الايه البيف ديستنس او البرسبشن رياكشن ديستنس. تاني حاجه البريكنج ديستنس. البريكنج ديستنس دي ليها ثلاثة ليها ايكويشن. ان هو بيقول لك ان اليو نوت سكوير ماينس اليو فاينل سكوير اوفر 30 تايمز الاف بلس اور ماينس الجي. هنتكلم عن كل ترم في الايكويشن دي. مبدئيا البروف بتاع المعادله دي ده موجود عندكم في المحاضره وده مهم جدا. تمام. اول حاجه اليو نوت، انا قلت لك البريكنج ديستنس ده انت ماشي على سرعه معينه وهتحتاج تهدي لسرعه ثانيه. اليونت دي السرعة اللي هي المبدئية اللي انت ماشي عليها. اليو فاينل دي السرعة اللي انت هتهدي ليها، يعني ان كيس ان انا كنت بتكلم ان انا عايز اعمل كومبليت ستوبنج عايز اقف خالص اليو فاينل دي هتبقى بزيرو. الكلام ده مضروب على 30 تايمز الاف ده دوت كوفيشنت اوف فريكشن، وهقول لك هو عبارة عن ايه بالظبط دلوقتي. الجي ده الجريد بتاع ايه الطريق. بالنسبة للبلاس اور ماينس، البلاس اور ماينس ده بنقول لو ان انا ده طريق طالع باخد ايه الرقم ده بلاس. لو يعني انا عربيتي اهي وطالع ايه في الاتجاه الطريق ده السلوب بتاعه او الجريد بتاعه طالع، دي الالفا اللي هو الجريد بتاع الطريق. الطريق ده السلوب بتاعه لفوق وانا طالع في الطريق ده يبقى ايه هاخد الرقم ده ببوستف. لو ان انا السلوب بتاع الطريق ده نازل تمام، ادي ده نفس الاسلوب وانا نازل على الطريق هاخد الرقم ده ايه بمعنس. نتكلم كده انا اتكلمت لما تيجي تعوض هنا اليو نود دي بنعوض عنها بمايل بير اور واليو فاينل مايل بير اور وبيديني الرقم بتاع البريكنج ديستنس بالفيت. لو عايز تشتغل مترك ان انت تعوض على اليو نود دي كيلومتر بير اور واليو فاينل كيلومتر بالاور ويديكي الديستنس بالمتر.
كده بقينا ال F وال G دول لسه ما اتكلمناش عنهم. ال F ده ال coefficient of friction، وده ببساطة بيساوي ال A over G. ال A دي حاجة اسمها deceleration rate، أنا بتكلم إن أنا ماشي على سرعة عالية وعايز إيه، عايز أهدي السرعة بتاعتي، فنتيجة إن أنا ههدي السرعة بتاعتي فلذلك دي بنسميها حاجة اسمها deceleration rate، اللي هو ال rate اللي أنا ريت معدل التباطؤ اللي أنا إيه ببطأ بيه العربية. over G، G دي احنا عارفينها ان G دي gravitational acceleration، ودي يا اما ب 9.81 meter per second square يا اما ب 32.2 feet per second square. ادي ده بالنسبة لG. بالنسبة للA، الA ده عندي two condition، انا قلت لك ده معدل التباطؤ بتاعي، عندي ان انا لو انا normal او emergency. يعني ايه emergency؟ انا ممكن ان انا اكون ببطأ بس في مطرة، فدي بنسميها دي تعتبر كيس emergency. ممكن اكون ببطأ مثلا وماشي وطريق فيه شبورة، فدي برضو تعتبر emergency. لو ان انا normal situation باخدها ب 11.2 feet per second square، وده اللي هو بيمثل 3.4 meter per second square. لو انا emergency باخدها ب 14.8 feet per second square، ده اللي هو ايه 4.5 meter per second square. بالنسبة لG، وده زي ما قلت يا اما هاخدها 32.2 feet per second square أو 9.81 meter per second square. كده احنا عرفنا ال F، بقى ايه آخر حاجة الجريد. الجريد ده اللي هو السلوب بتاع الطريق، إن أنا هقولك الطريق ده بيميل بجريد كذا. الجريد ده غالبا هيكون مديهولك في السؤال، هقولك مثلا ايه 3% 4% أو أي حاجة زي كده. لو إن أنا كيس جيت مديتكش أصلا الجريد، مقلتلكش هو بكام، بنعتبر ان الطريق بتاعي ليفل جريد وان هو ما فيهوش سلوب، الطريق ماشي ماشي مستقيم. تعالى ناخد سؤال نطبق على الكلام ده. بيقول لك calculate the minimum required stopping side distance for a road that has 40 mile per hour design speed. The reaction time is 3 seconds. ايه reaction time؟ ده اللي هو perception reaction time اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه. The road has a grade of 3%، يعني ده معناه ان ده جي. جميل جدا. هو بيقول لك عايزك تحسب الستوبنج سايد ديستانس. ببساطه هنحط الايكويشن بتاعتنا، ستوبنج سايد ديستانس بيساوي بيرسبشن رياكشن ديستانس زائد البريكنج ديستانس. البيرسبشن رياكشن ديستانس عوضت بالرول بتاعها 1.47 في البي في تايم في السبيد، والبريكنج ديستانس دي يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير على 30 في الاف بلس اور ماينس الجي. مبدئيا هو هنا اتكلم عن الجريد، لما اتكلم عن الجريد قالك داون جريد، ده معناه ان ايه الجريد ده بتاع الطريق نازل. احنا قلنا طالما الجريد نازل بناخد ايه الرقم ده بالايه نيجاتيف، نعوض عنهم 1.47 البي في تايم هو مديهولي ب 3 سكند، عوضت ب 3 سكند. السبيد هو مديهالي ب 40 مايل بير اور. مبدئيا انا اخترت الايكويشن اللي هي فيها 1.47 بحيث ان انا اعوض عن السبيد بايه بمايل بير اور. لو كنت اخترت الايكويشن التانية اللي هي 0.278 في البي في تايم في السبيد، ده معناه ان انا هعوض عن السبيد بكيلومتر بير اور بلس اليونوت. اليونوت ده السرعه اللي انا كنت ماشي بيها اللي هي 40، خدت 40 سكوير ماينس اليو فاينل. انا عايز اعمل ستوبنج، فمعناه ان انا عايز اعمل ستوبنج يبقى اليو فاينل بزيرو. الكلام ده ديفايدد باي 30، الكلام ده مضروب في 11.2 على 32.2. ايه دول؟ احنا قلنا من شوية ان الاف دي عبارة عن الاي اوفر جي. هو هنا ما قاليش ان في عندي اي emergency condition، فاخدت الاي بالرقم اللي هو النورمال اللي هو 11.2، والجي خدتها ب 32.2 لان انا هنا شغال ايه فيت هنا شغال في المعادلة دي بالفيت، فاخدت الرقم اللي بيديني ايه اللي هو الجي بتاع الفيت ماينس الجريد. الجريد هو بيقولك ان هو ده 3%، حطيت 3 على 100. الكلام ده اداني 344.21 فيت، مفيهاش اي مشكلة. ناخد مسألة تانية. بيقولك ايه ان هاي هيوميديتي كون مبدئيا ال 344.21 فيت دي، ده معناه ان انا محتاج 344.21 فيت عشان اوصل من سرعة 40 مايل بير اور لسرعة صفر. دي المسافة اللي انا محتاجها عشان اهدي من سرعة ال 40 لسرعة ايه الصفر. نتكلم عن سؤال تاني. بيقولك in high humidity condition، يعني high humidity condition او يقصد بيها ايه؟ يقصد انه عايز يقولك ان ال A تاخد ال A دي بتاعت ال emergency condition، ان انا عندي ايه humidity عالية، فده يعتبر كيس emergency ان انا هاخد وقت اكبر عشان ابطأ العربية. a motorist driving
at 80 كيلومتر بير اور اون ا ليفلد هاي واي. معنى ان هو ليفلد هاي واي معناه ان الجريد ايه بزيرو. سيز ا تراك موفينج ات 40 كيلومتر بير اور. قدامه تراك، التراك دي ماشيه ب 40 كيلومتر بير اور. ان ذيس كونديشن ذا موتورست كان سي 100 meters only ahead. في ال conditions دي الموتورست بيشوف 100 متر بس قدامه. Determine whether the motorist will crash with the truck or not. Also determine the maximum speed that the motorist can move on in order to avoid crashing. Assume the perception reaction time 2.5 seconds. خلينا نبدأ أول حاجة. أنا عندي موتورست ده سايق بسرعة 80 كيلومتر بير أور وقدامه تراك بسرعة 40 كيلومتر بالأور، وأقصى مسافة بيشوفها قدامه هي 100 متر، ده معناه إن التراك مثلا ماشي على بعد 100 متر. خلينا أول حاجة نحسب، أنا عايز أعرف هل هو الموتوريست ده بسرعة 80 ودي بسرعة 40 وهي على بعد 100 متر التراك، هل هو هيلحق يقف قبل ما يخبط فيها ولا هيعمل كراشنج مع إيه؟ مع التراك. طب عشان أعرف حاسب الـ stopping side distance. مبدئيا الـ stopping side distance perception reaction distance زائد breaking distance. perception reaction distance 0.278 البيف تايم في السبيد، والبريكنج ديستانس حطيت المعادلة بتاعتها. ابتدي اعوض البيف تايم ده مدولي ب2.5 سكند، السبيد هي 80 كيلومتر بير اور، واخترت الايكويشن اللي فيها 0.278 عشان اعوض بالسبيد بكيلومتر بير اور على طول. الكلام ده زائد دي يو نوت سكوير ماينس يو فاينل سكوير. يو نوت السرعة اللي انا كنت بادئ بيها، انا اصلا ماشي اوريدي بسرعة 80 كيلومتر بير اور، ومحتاج ان انا اهدي لحد، محتاج ان انا اهدي، محتاج ان انا اضمن ان انا مش هعمل كراشنج مع التراك. عشان اضمن ان انا مش هعمل كراشنج مع التراك، لو ان انا اليو فاينل بتاعتي بتساوي سرعه التراك، ده معناه ان انا هبقى ماشي وراها على طول مش هعمل كراشنج معاها. فولت اليو نوت عندي ب 80 كيلومتر بير اور ماينس اليو فاينل ب 40 كيلومتر بير اور، الكلام ده مقسوم على 254. الاف مبدئيا احنا قلنا الاف هنا انا عندي emergency condition، فخدت الاي خدتها ب 4.5 متر بر ايه بر سكند سكوير، ودي دي اللي هي كانت بتاعت كيس الامرجنسي مقسومة على 9.8 ده الايه الجي خدتها ب 9.8. بالنسبة للجريد انا خدته هنا بزيرو ان هو بيقول لي ليفل جريد، لما حسبت الكلام ده اداني 96.79. يعني ده معناه ان انا لو انا ماشي على سرعة 80 وقدامي تراك على بعد 100 متر ماشي بسرعة 40، انا محتاج 97 متر عشان ايه اوقف الموتورست بتاعي. طب انا بقول لك ان المسافة ما بين الاتنين دول 100 متر، ف 97 متر ده كافي ولا لا؟ طبعا ايه ده طالما اقل من 100 ده معناه ان انا قبل التراك دي ب 3 متر هكون ايه وقفت، ده معناه ان هي will not be crash. تاني required في السؤال، نرجع بس نجيبه. تاني required في السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايزك determine الماكسيمم سبيد that the motorist can move in order to avoid crashing. عايز اقصى سرعه التراك ده اقدر امشي بيها عشان ايه اعمل افويد للكراشنج. مبدئيا انا ماشي هنا والتراك دي على بعد ايه 100 متر، عشان اجيب اقصى سرعه انا ممكن ابدا بيها هعتبر ان التراك دي على ابعد مسافه مني. طب ايه ابعد مسافه مني؟ هي 100 متر، ان اقصى حاجه بيقدر يشوفها الموتورست هي على بعد 100 متر، فهفترض ان المسافه ما بين الاثنين 100 متر، فاخدت الستوبنج سايد ديستانس ان هي ايه بتساوي 100 متر، وهعوض ايه هعوض في الايكويشن عادي جدا ان انا قلت ايه قلت الستوبنج سايد ديستانس بتساوي البرسبشن رياكشن زائد بريكنج ديستانس اللي هتساوي 0.278 2.5 ده البيف تايم، الاكس ده السبيد اللي انا بادئ منها اللي انا معرفهاش، انا عايز اعرف ايه اقصى سبيد انا بدات منها اقدر، يعني ايه اقصى سبيد انا اقدر كنت اتحرك بيها بحيث ان انا ما اعملش كراشنج. فقلت السبيد دي unknown انا معرفش انا ايه اقصى سبيد عندي، زائد الاكس سكويرد اللي هي ايه اليو نوت سكويرد دي برضو unknown ماينس اليو فاينل، انا عايز السرعه الاخيره تبقى ب 40 ان هي لو ب 40 مش هعمل كراشنج مع التراك، كان ده مقسوم على 254 تايمز الاف قلنا عباره عن اي اوفر جي والجريد بزيرو. لما تعوض بالكلام ده اداك ايه؟ اداك ان انت الاكس بتساوي 81.54 كيلومتر بير اور، ده معناه ان انا لو ماشي بسرعه 81.5 كيلو متر في الساعة مش هعمل كراشنج مع التراك، ده معناه ان لو السرعة زادت عن الرقم ده هعمل ايه الموتوريست هيعمل ايه كراش مع التراك.
ودي اقصى سرعة عشان ي avoid الكراشنج، اقصى سرعة الدرايفر يمشي بيها عشان يقدر ي